نروح لمداخله مع كابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي مواليد 97، اللي عنده مواجهه مرتقبه ضد نادي الزمالك بكره ان شاء الله على ملعب نادي الزمالك في 100 عقبه. يا كابتن عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازيك يا عمر؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله بخير. يعني ما فيش شك يا كابتن ان مباراه الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك في مختلف المعدلات العمريه بتبقى مباراه قمه، مباراه ليها استعداداتها، مباراه ليها طقوسها. عايز اعرف استعداد حضرتك والفريق للمباراه اللي هتكون بكره ان شاء الله في ملعب نادي الزمالك. طبعا زي ما انت قلت مباراه قمه، يعني زي ما بنقول عليها مباراه قمه مصغره يعني بالنسبه للسن يعني بتاع اللعيبه، انما في الاول وفي الاخر هي مباراه اهلي وزمالك، هتلاقيها بتحظى باهتمام جماهيري وباهتمام فني سواء كان على مستوى النادي الاهلي او على نادي الزمالك. فانا شايف ان شاء الله باذن الله ان احنا مستعدين كويس للمباراه وجاهزين، وان شاء الله باذن الله يعني منتظرين بس توفيق ربنا بكره ان شاء الله، بس ان احنا نعمل اداء جيد ونتيجه طيبه ان شاء الله باذن الله. وجود النادي الاهلي يا كابتن عمرو في المركز الاول برصيد 66 نقطه، النادي الاهلي دايما بيكون متصدر في كل الفئات العمريه، وده الهدف الاساسي بالنسبه لينا كلاعب الكوره في النادي الاهلي. هل حضرتك شايف ان ده ممكن يكون حاطط ضغط على لعيبه النادي الاهلي، ولا لعيبه النادي الاهلي وحضرتك عارف تتعامل نفسيا وعارف تفهم اللعيبه ان وجودهم في المركز الاول ده شيء طبيعي، وبالتالي ده اللي بيحط ضغط على الفرق المنافسه اللي بتبقى موجوده وراك في المراكز الثانيه والثالثه والرابعه؟ بالظبط كده. لا يعني دي نقطه مهمه، وبعدين انا شايف ان دي حاجه في صالحنا، لان الفريق يعني الحمد لله من بدايه الموسم هو متصدر، فدي مش حاجه جديده لا على الفريق في الموسم ده ولا على اي فريق في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا شايف ان تواجدنا بالوضع ده وبالعدد النقط وبالموقف الجيد اللي احنا فيه في المسابقه، لا انا شايف ان ده مدي للعيبه ثقه، مش حاطط عليها ضغط ولا اي حاجه، بالعكس انا شايف ان الضغوط هتبقى على الفرق المنافسه اللي هي بتيجي تلعب النادي الاهلي، ان هي شايفه فريق متصدر في فرق نقط، برضو انا شايف في فرق نقط جيد ما بينك وما بين المنافس او اقرب المنافسين ليك، فده برضو خلي بالك بيعمل ضغط على الفرق اللي جايه تلعبك، ان هو جاي يلعب المتصدر اللي اي حد بيجي يلعبه بيخسر. فانا شايف ان دي نقطه ان شاء الله يعني ان شاء الله نقدر نستغلها بكره، واقدر لها تكون في صالحنا ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو، يمكن لقاءات الاهلي والزمالك الفرق الاولى او الفريق الاول بتكون دايما في ملعب محايد، الاهلي ما عندوش ملعب والزمالك ما عندوش ملعب، دايما بيبقوا موجودين في استاد القاهره او في برج العرب، لكن يا كابتن دايما في ملاعب الناشئين بتلعبني في ملعبك وبلعبك في ملعبي. هل شايف يا كابتن عمرو ان دي بتدي نوع من الاثاره وبتدي نوع من التشالنج او التحدي في اثبات النفس، وان الاهلي يفوز على الزمالك في ملعبه او الزمالك يفوز على الاهلي في ملعبه؟ وشايف يا كابتن اني احسن، هل لكل فريق يكون عنده ملعب ولا نلعب على ملعب محايد ده افضل؟ لا هو طبعا لما تلعب كل فرقه تلعب على ملعبها انا شايف ان ده احسن، يعني انت ملعبك اللي انت حافظه اللي انت بتتمرن عليه اللي انت واخد عليه، اللي انت حتى لو بتلعب عليه المباريات بتلعب عليه يعني نص مباريات الدوري بتلعبها على ملعبك، فبيبقى عندك ميزه. هو بس الاختلاف الوحيد ان انت لحد النهارده برضه بتلعب من غير جمهور. تمام. مفيش جمهور. فحته الميزه بتاعت الملعب او الجمهور اللي بيجي لك في الملعب دي مش موجوده. الميزه الوحيده اللي موجوده عندك ان ده ملعبك اللي انت حافظه ومتعود عليه. مباراه اهلي وزمالك هتلعبها في ملعبك، هتلعبها في ملعب الزمالك، هتلعبها في ملعب محايد، هي في الاول وفي الاخر مباراه قمه. يعني انا مش شايف ان موضوع الملعب هيفرق غير في حاله واحده بس، ان في فرقه بتبقى متعوده على الملعب وحافظاه وحافظه ابعاده وحافظه ارضيته واخده عليها، والفرقه الثانيه بتبقى بتلعب عليه لاول مره، مش اكتر من كده. انما كمباراه قمه لا، هي في الاول وفي الاخر مباراه قمه، مباراه مهمه للفرقتين. يعني انا من وجهه نظري برضو بالنسبه لي يعني بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي، لا هتحدد بشكل كبير جدا موقفنا في بطوله الدوري، والهدف اللي احنا بنسعى له ان احنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نحاول ان احنا نحسب بطوله الدوري قبل نهايتها ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا كابتن عمرو كل التوفيق لحضرتك بكره ان شاء الله، ونكلمك بكره ونبارك لك على الفوز في مباراه صعبه هتكون على ملعب الزمالك. كل التوفيق ليك يا كابتن عمرو. كمان على التليفون الكابتن عمرو انور المدير الفني للنادي الاهلي.